اليوم اختي كان قدامنا المستمعات ان شاء الله اللي بغاوني بان كراميل وبالقرقع من الفوق إيه. ان شاء الله غادي نمشي في الطريقه نفس المقادير هما اللي ان شاء الله 375 غرام ديال الشوكولاته الاسود يكون من النوعيه الجيده هذاك الامي المر 210 غرام ديال الزبده 270 غرام ديال البيض 170 غرام ديال الطحين يكون ممتاز و 180 غرام ديال السنيده هادو هما المقادير اييه نمروا الطريقه اول شيء نديرو ناخذوا الشوكولاته وندوبوه مع الزبده حمام مريم ونحطوه دو كوتي نحطوه بجنب نخدموا البيض والسنيده في الروبو ولا بالطراب ولا غير بيدينا نخدموه مزيان اللي ما عندوش الروبو بشويه بشويه ونشدوا داك الخليط الاولاني اللي حطينا ديال الشوكولاته اللي دوبنا مع الزبده ونبداو نخويو على داك الخليط ديال البيض والفنيده حنا كنخويو حنا كنخدمو حنا كنخويو حتى كنخدمو حتى كيتجانس لينا الكل كنضربو مزيان ومن بعد كنحبسو بالتراب وكنضيفو الطحين ملي كنضيفو داك الطحين كنخلطو بأون ماغيز باش ما يطيرش لينا الطحين كنخلطو بأون ماغيز عاد كنديرو عاوتاني كنخدمو التراب اللي خدمنا به وكنطربو مزيان ملي كنخدموا هاد الخليط مزيان كناخذوا دي مول ديال السيليكون هاد لي مول ديال السيليكون يا اما ياخذوا لو دي 104 ولا دي 106 يعني هادو هما اللي كنخدم بهم انا كيجي من يدرهم زوين كنحطوهم وكنديروا هذاك الخليط اللي درنا كنديروه في اون بوش وكنبداو نعمروا كنبوشيو في داك لي مول ديال السيليكون داك الخليط نديروه في جيب حلواني ونخرجوه يعني بالبوش نديروا في جيب حلواني ونعمروا حتى الفم حيت ما فيهم لا خميره لا والو ما غاديش يطلعوا واخا ملي كنعمروا هاد لي مول هادو كنحطوهم على جنب واحد شويه باش بحال كيديروا اون كروت الفوق كنحطوه واخا غير ربع ساعه وحاجه وحده بغيت نوصي للمستمعات ان ملي يبداو يعمروا في هاد لي مول ديال السيليكون ما يحطوهمش يحطوهم فوق لاطا حيت ملي غتبغي تهزهم غادي تخوى ليها تحطهم فوق لاطا وعاد تعمر باش ملي تبغي تهز لاطا مع السيليكون ديالها ومني كنعمرهم كنحطهم ونخليهم واحد ربع ساعه حتى يديروا واحد القشره شويه الفوق عاد ندخلهم للفران ملي كندخلهم للفران بسرعه كيطيبوا كيطيبوا كنخرجهم كتولي كتشوفي واحد القشره الفوق القشره بحال اللي كنا خلينا قبل كتولي من بعد كنحتحتها بحال كنقولوا حنا كنحتحتها بالبيله ونخشيهم في الكونجيلاتور حتى يشدوا راسهم ما يحيدوهمش هما سخان تيبردوا باش ما يلصقوش ليهم في السيليكون ملي وكنديمو ليهم تيبردوا مزيان اي يعني ضروري هاد الحاجه خصنا نديروها كيف ما قلتي ندخلوهم المجمد حتى يبردوا مزيان ونخرجوهم نعم ضروري اي حاجه كنديروها في السيليكون كنديروها في المجمد تبرد تشد راسها باش ملي كتخرجيها كتخرج هي كتخرج اللي كتبغي انت هي فعلا نعم ملي كتخرجيها من الكونجيلاتور كديمو ليها كتحطيها عندنا بزاف لي شوا باش نروقوها اول حاجه وابسط حاجه ان الانسان يشد يدير اون غاناش يشد مثلا 100 غرام ديال الشوكولا نوا غيش داك المزيان ويدير معاه مثلا 50 غرام ديال لاكريم فريش يسخن شويه ديك لاكريم فريش ويزيد عليها الشوكولا يذوبهم ويعمرهم ابدا ما يعمروش بالشوكولا بوحدو حيت الشوكولا بوحدو الا درتيه في ديك الحفره كيقصح وما كيكونش الشكل ديالو زوين ملي كتعبي كتعديها قاصح بعكس لاكاناش كتجي لذيذه وكتجي رطبه فعلا اذا هذه ابسط حاجه بغينا شي حاجه يعني راقيه بزاف نديرو ان كراميل نعطيهم المقادير ديال الكراميل هاد الكراميل اللي صايبوه في الدار عندك 180 غرام ديال السنيده 100 غرام الزبده 100 غرام لا كريم فريش 120 غرام ديال الجليكوز ورشيشه الملحه هاد المقادير ديال هاد الكراميل كتصايبيه وكيبقى عندك في الثلاجه كيمكن لك ديري به اي حاجه انا مازال غنعطي ان شاء الله تعالى الا بقى الوقت غنعطي واحد لي بيسكو غنخدمي بالمو بلو ميم كراميل هاد الكراميل اللي يمكن لنا اي نوظفو في بزاف الحوايج يمكن نخدمو بزاف الحوايج واخا تصايب الانسان يصايب واحد لا كونتيتي واحد الكميه كبيره
يديرها في حقيك ويديرها في الثلاجه كل مره. ايه واخا يسخنوا ويخدموا. اذا الطريقه باش كنطيبوا هذه البشاميل، كناخذوا كاسرونه كنديروا فيها سنيده وديك الرشيشه الماء اللي قلنا كنديروا رشيشه الماء ديالنا بحال هكا 120 غرام ديال الجلوكوز وكنديرهم فوق العافيه وكنبقاو نحركوا فيهم حتى يولي اللون ديالهم بحال العسل وبحال الكراميل. من بعد كنحبسوا هاد الكويسون هادي ولا هاد حيت الا بقينا كنزيدوا في الطياب ديال هاد الكراميل غيتحرق. اذا باش كتستوبيو داك لاكويسون داك الطياب ديالو بديك لا كريم فريش والزبده. اذا في هاد المرحله هادي اللي كيصايب هاد الكراميل يرد البال حيت كيكون سخون وكيطلع مع الوجه، تحيدو من فوق العافيه وتزيد لا كريم فريش والزبده في دقه واحده وتحرك غير بشويه وعندك الانسان يرد البال فعلا حيت الكراميل كيكون واع وكتحرك كتحرك بسرعه باش ما يتكورش ليها. ولا بقاو ليها مثلا شي كويورات ولا شي حاجه تعاود تردوها شويه فوق البوطه باش يتحل وتحرك. واخا وتحرك صافي وديرو في واحد واحد الطويصه وهذا وتخبيه. بالنسبه اللي بغاوني اللي عندنا تاخذ الكركاع كديرو في داك لو كراميل وكتحطو في ديك الحفره فعلا وكتذوق به. تقدر تشد غير معلقه تخشيها في داك لو كراميل ودير بحال دي خطوطه ديالين هكا فوق الكراميل. اييه كنوع من التزيين والكراميل تيمشي مع الكركاع في المذاق ديالو. يمشي مع الكركاع واللي بغاوني كيمشيو بزاف مع الكركاع. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. في ان بلاطو ويمكن لك اختي سناء تعطيهم الدراري في الكوتي فعلا الشوكولا مزيان والكركاع مزيان ليهم حسن من اي حاجه يمكن لنا نشريوها. اييه وحتى ملي كيتخدموا يعني في السيليكون في لي مول سيليكون كيعطي واحد المنيضر يعني حتى في التزيين كيجي راقي. الله يعطيك الصحه هادو هما اللي بغاوني. اييه.